لو بتحبوا اللعبة اصبروا عليها وعيشوا سنكم وتستمتعوا بالتدريب في حد ذاته، وخلي الهدف ورا الحب للتدريب. يعني انت بتتدرب بتبقى حابب انك بتتدرب، مش رايح تتدرب حاجة بتتعب فيها عشان حاجة بتحبها، لا، الاتنين محبوبين. مروحك لما بتروح الجيم صالة التدريب عشان تتدرب، انت رايح بتحب التدريب، وورا التدريب ده حاجة بتحبها اللي هي البطولة، اللي هي بعدين في الأفق، بعدين في الخيال. يعني الشباب الصغير معلش باخد عليه شوية اليومين دول، متسرح شوية، يقول لك الحقن والبتاع لا لا لا، كل ده غلط. خد حقن وخد حاجة في معادك، هتعمل المستوى في معادك، هتعمل المستوى. خدت حقن ما خدتش حقن ما لا، زي الطفل كده البيبي اللي بيتولد ده، لو ابوه ملك ونفسه يبقى راجل مسافة سنتين مش هيقدر، هيبقى راجل في سنه، انما هيبقى صحته حلوة شوية، شكله مناعم شوية عن الفقير، انما الاتنين هيبقى مقاسهم العظم واحد وطولهم واحد وصحتهم واحدة. انت لما بتبدع في شغلك بتقبض ثمن ابداعك، وبعدين تقول انا راجل وطني بخدم البلد، لا، انت بتخدم نفسك. فلو سمحت يا شباب